حبايب قلبي، انا عارفه والله الفيديو ده قديم، بس والله غصب عني بضطر انزل كل يوم عشان غصب عني. بس انا عايزه اقول لكم والله اللي احنا دلوقتي في القسم، وهقول لكم بكره ان شاء الله الفيديو بتاع بكره اقول لكم انا في القسم بعمل ايه وفي اللي حصل معايا ومع العيال، هقول لكم على كل حاجه. بس ادعوا لنا كده بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يستر علينا وعليكم وعلى اولادكم يا رب العالمين. ومعلش يا ريت تعملوا برده الفيديو دوت لايك وتقفوا معايا وجنبي كده، ربنا يخليكم لينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي. تحدي جديد ويا رب يعجبكم. تحدي يوم، بصوا بقى انا عامله هنا لحمه ليه، عشان كان نفسي في اللحمه ومش عايز لحمه ومحشي، وعملت له هو الفرخه وعملت له المحشي، وعملنا الكوسه وعملنا الفلفل. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش حبيب قلبي في قبل اللايك اي حاجه والشير. الشير واللايك، لايك وشير، كتر في اللايك وفي الشير يا ناس يا بتوع الخير. يلا نبدا. الحمد لله المحشي برد شويه، 10 دقايق برضو شويه محشي. المحشي المره دي ليه شوقه، بقالنا شويه ما عملناهوش. بسم الله. بس كنت قد ايه لو كلته ابرد من كده؟ طبعا مش فرخه كلها، نصها. نصها. طب بصي، هو المحشي كده معمول يا بت يا فري يا لابت. ايه ده؟ أول تقطيع سلمى بتحسسنا بالتواجد بتاعها. اها، ما علينا. المحشي ده بقى لو في الشتاء ما ادتنيش رايك في طعمه. قلت لك خلاص سامعك. قلت لي؟ بس ما سمعتش. الفلفل الحراري المره دي كده ليه؟ تحفه. ديت قرقوشه بقى. فهي ادوها وقت، وهي كل يوم تعمل محشي. وقت بس. ادوني شيء وانا اقوم اعمل لكم محشي. ادوني لايف اقوم اعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. حط عليها العظم، الجلد، السمين. انت حط لنا عظم. محشي تحفه اقسم بالله. الكوسه والفلفل براحة اللي عايز ياكل، لكن المحشي الصينية دي لازم تخلص بجد. خلصت جنب اهو الفراخ. دقها. لا دقها. طب ما اجيب حتة حمرا شوية. خلاص. لا هو ده حمرا. حمرا خالص. لا لا حب ده. اسمع مني. طب دوق كده ليه؟ لا مش عاوز كده. يلا عشان لو كسبتك ماليش دعوة، لو كسبت ماليش دعوة، عشان الفيديو بتاع امبارح بتاع المنديل ده والله العظيم كل ما احطه في بقي احس ان انا هرجع. رحب لما لقيت اللي هو خلاص هيرجع ايه، قالت لا خلاص خافت على السجاده. خلاص انا هقولها الدنيا. في ناس بقى بتحب اللحمه كده تنضغ معاها
وما تكونش مستويه قوي. جيهان مرات مصطفى كده ناكلها كده، انا مش عارفه اكلها كده، بس انا ما سويتهاش كويس، قفلت عليها ورحت الجيم ونسيت جيت شغل عليه. بس في ناس بتاكلها كده كتير. ده انا قلت ايه، ما رحتش الجيم النهارده، النهارده كنت مشغول ما اتصلتش بيها كتير. يعني انت رحت الجيم النهارده؟ لا والله زي الفل، برافو عليك. راحت تروح تيجي الساعه 5 وبعد كده تعمل محشي. اسكت والنهى. انا بقول لك ما شاء الله، برافو عليك، وانا بحسدك. ما هو غيرك هيشوف مش هيقول ما شاء الله. ماشي. عايز اقول لك على حاجه بقى. الفرخه بره التحدي، انا هاكل الفلفل بتاع كله. انت لسه ما جبتش فراخ. مش عارف. خلاص براحتك. والله العظيم مش قادر اكل فراخ خالص. ما ريحتك. دي عظمه بقرقوش، مش ما تفتكروش اللي هي لحمه وانا حطيتها. بصوا دي عظمه اهي، ودي القروشه بتاعتي. عشان ما اقول حدش يقول لك مش عاوز اكل فراخ اهو. لا مش عارف ايه ده. اكلت كميه فراخ اليومين اللي فاتوا. ما كانش عايز لحمه، اعمل له ايه؟ لا مش نفسي، مش هاكل فراخ واللحمه كده. نعم. لبس بقى. لازم تاخد دي. معلش. براحتك بقى. اعذريني. ماليش دعوه. محشي برد بس طعمه التوابل تحفه. طب انا ماليش دعوه يا احمد، مش هتكسب والله، هخسرك كده. تعمل بقى الفيديو اللي انا عايزه، المقلب اللي انا العقوب اللي انا عايزه. معلش يا اما بتبقى جعانه ما بتعرفش تجمع. طب اخي بتتكلم في التليفون ما بتعرفش تضحك. طب ما تفكري، انا عارف انت عايزه تقولي ايه. لا ده انا قلت كلمه وحشه قوي. كنت بتكلم مين؟ الناس بتاع العين السخنه. بتكلم كده حد في التليفون، عمال اجيب كلمه من هنا كلمه من هنا، قصدها مثلا تقولي الشط، تروح جايه قايله ايه؟ مش عارف تقولي بلاش بلاش تقولي البسين، عاوزه تقول مش عارف ايه، تقول كلمه تانية خالص. ده انا لخبطت امبارح قوي وقلت كلمه، المشكله لقيت كلمه طلعت في الاخر اللي هي كلمه ايه؟ وانا عمال اصلح لها. عايز اقولها انا كنت اوزع حاجه تانية قلت الكلمه دي. وانا عمال اصلح لها. يا بنتي تقولي لي ليه بقول ده؟ طب استني واحده واحده. انا متصبره عاوزه تتكلم. المهم يعني انت ما بتاكلش فريخ. انا باكل فلفل اهو. انا اكلت اللحمه، احنا قلنا الفلفل والكوسه حسب الرغبه. طب انا حسب الرغبه؟ عشان اكلت الفلفل والكوسه بقى حسب. لا من اقل من اول الفيديو والناس سامعاني. انا باكل فراخ بس والله نفسي مش اكل حته اللحمه دي. حته البصل. لا لا دي فيها سمين. لا 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 بصي. حرام عليك يا شيخ، انا في حته سمين تحت لو كانت جت في بقي. هتاكلها وتبقى كسبت؟ ايه؟ هتاكلها وتبقى كسبت؟ اكل ايه؟ لا يا ست مش عاوز اكسب. اكل ايه؟ سمين؟ لا انت لو ما اكلتش دي والله العظيم هعمل فيك عقاب، انت حر. اهي اللي انا خرجت لك بقى. يا دي يا ست صلي على النبي. طب خلاص انا هعمل عقاب والله. هو ايه انت ما اكلتش عايزني كمان اسكت لك؟ لما انا باكل ويطلع عيني ليه في الاكل؟ مش هعمل فيك عقاب؟ شوف بعمل فيك. يطلع عينك في الاكل عشان تعملي في الاكل؟ امال ايه؟ شفت فوزية المفترية؟ ماليش دعوة. يلا. هتاكلها؟ خد. اهو يا عم شلت لك منها اللحمة كمان. خد بقى. الصين. ده انت لو كلتيها انا اديكي 100 جنيه. قدام الناس الحلوة دي هاكلها وتديني 100 جنيه؟ اديكي 100 جنيه. دلوقتي؟ دلوقتي. طب هات ال 100 جنيه. ده مني اخدها. ما اغسل ايدك قدام. لا اغسل ايدك وهتعمل واكل. هتاخديها؟ بس والله لو قلت لي بالفلوس اللي عليك انت حر. نسيت الجيم خالص دلوقتي. داخل سنين. لا لا بجد اوعي تاكليها اساسا. طب قول لي بقى انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اكلت اهو.
قولوا لي الناس عشان انا بزهقت من الراجل ده صراحه. اكليني كوسايه والله صعب عليا. لا والله صعب عليا والله ما باكلها. لا يا بابا. طب اكليني كوسايه. لا كوسايه ايه اللي هاكلها؟ طب انت عاوزه تاكليني ايه؟ لا عاوزه تاكلني العظم. اكلك زلط. عايزه حاجه تكسر سناني. هاكله زلط. يلا خلاص. لا والله ما الواحد الفراخ صعبه قوي معايا النهارده. ماليش مزاج ليها خالص. يعني طعمها كان لا جات لي فجاه كده والله اللي انا مش عاوز اكل فراخ. فجأة مرة واحدة؟ اه والله. فجأة مرة واحدة، مع اني فعلا مش والله. لا انا اكلت انا عشان انا بحب الصدر اكلت حتة من الصدر بس ماليش مزاج اكل فراخ. اهو يا ستي. على فكرة انا باكل من هنا عشان محدش يقول لك الفرخة زي ما هي، بص اهو. ده من هنا خالص انا فضيتها. طب يعني ايه النظام دلوقتي؟ شوفي انت عاوزة تعملي ايه فيا، انا موافق. بس الحمد لله المية قاطعة فمش هتعرف تعمل حاجة في مية. المية قطعة من بدري وقرفاني، تخيلوا قرفاني وانا بعمل الاكل اقسم بالله. غالبا شبرا نصها واقع، نصها المية قطعة او اكتر كمان من نصها. طب بص صلي على النبي. اه صلي. هتبوظ الفلفل عشان تعملي فيها عقاب. لا بقى ما انا بحب ابوظ الفلفل. شفتوا قرون الفلفل دي؟ ادي واحد، شفتوا دي؟ ادي اتنين، شفتوا دي؟ ادي تلاتة. كلهم يا معلم التلاتة وما تنزلش حاجة من بقك ولا هركع ولا الكلام ده، ماليش دعوة. اهو. بقى ايه ده اللي اهو بالفرع بتاعها. يا ناصح. يلا يا بابا كلها بالبتاع بتاعها. اهون عليكي. انا غسلاه. اه والله تهون، انا غسلاه اصلا. اه والله. قولي يا انت بتنسى تعمل فيا ايه؟ كل. والله انا ما ببتري عليه. والله. كل. طب يلا كلها يا احمد خلص. هترجع؟ اه والله استني. يا عين امك. لا والله. والله العظيم معدتي اليومين دول مقلوبه. مقلوبه من ايه؟ خلاص يا ست انا عشان ما اقولكيش ارجع ولا مش ارجع، مش كده راس بعدين دول كده. وبعد ما قال لي اقعد دول يعني هترجع على جنب الاكل؟ طب اعمل لك ايه؟ اقدر ارمي في الزباله مثلا ولا اعمل لك ايه؟ يلا يا حبيبي كل. يلا. على فكره الناس كده مش هتسكت لك في الكومنت. لا ده ما بيبقاش يا شيخه، حرام عليك ده ناشف. هتقدر تجيب في معدتي. ايوه يلا. الراجل ده مش نافع، وانا اشوف حد غيره يعمل معاه فيديوهات. ولا نافع في الاكل ولا نافع في العقوب ولا بقى نافع في المقال. بص عشان اهو والله هي بتعرف على وشي وما بحس ان انا عاوز ارجع. يا فين الفتاعة بس؟ بلعتها؟ كداب. برافو. ده فين فين؟ في يا قرف. مش قادر والله، مش قادر. لا. طب بصوا يا جماعة، هي بتعمل عقوبات رخمة بالنسبة لي وعارفة أنا بكره إيه؟ لا هو بقى يا رجع إيه؟ والله مش بهزر. طب ذمة ودين، أنا بضحك عليكي ولا لا ما أنت كده بقيت تضحك عليا، ده كل يوم تقول لي هرجع، عند رحبتي يقول لي هرجع ومش قادر، ودلوقتي يقول لي هرجع مش قادر. طب خد كل عارف التحم اللي تحت. يلا يلا كل. يعني انت جيت على الاساسه ومش عايز يا بنتي بتاع ناشفه عامله خشبه في البق. طب خلاص كل حته السمينه دي يا شيخه. خدي بقى. طب بص عامله ازاي، بص شكلها، بص شكلها عامله ازاي. خلاص يا مريم ما تضايقنيش بجد في الاكل. ضايقك ده، انت تضايق العفريت. خلاص يا جماعه احمد كده مش نافع. والله ما تطلعيش احمد معاكي تاني. انت هتوقفوا بالكلام ده؟ مش عايزين احمد معاك تاني. ورمة ايه؟ ورمة أيه؟ ورمة من كتر النوم. هتهرب منين؟ من كتر النوم اللي بتنام. يلا يا حبيبي. يلا. سلام. السلام عليكم.